رسالة بأننا ملتزمين باش نكونوا سند قوي للطبقات الشعبية برؤيتنا ببرنامجنا اللي نرفعوه في إطار هذه الحملة الانتخابية. نحن نأمل بأن نكون سندا كبيرا للطبقات الشعبية ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن عبر إجراءات فعلية وحقيقية، من بينها رفع الأجور إلى 40,000 دينار للأجر الحد للأجر المضمون، وأيضا خلق أجر للجميع، ريفوني مينيموم يونيفرسال يعادل 50% من الأجر الأدنى، أي 20,000 دينار. نحن نعد الشعب الجزائري إن أعطانا الثقة بأن نكون معه إلى جانبه باش نحسنوا من ظروف معيشته ومن حسنه من ظروفه الاجتماعية. اليوم الشعب الجزائري يعاني في كل الميادين. احنا وجودنا اليوم في قلب باب الواد، اليوم في 15 أوت وجودنا في قلب باب الواد هو رسالة لها دلالات كثيرة وتعبر عن التزامنا أولا بقيمنا الثورية لما لهذه المنطقة من تاريخ ثوري، تعبر أيضا لالتزامنا بمواصلة النضال الديمقراطي من أجل بناء دولة الحق والقانون ودولة الديمقراطية بإعادة الاعتبار لكل الحقوق والحريات العامة، سواء الحق في التعبير أو الحق في الانتظام، لأنه من باب الواد اللي انطلقت مسيرة أكتوبر 88، من باب الواد انطلقت الكثير من مسيرات النضال. اليوم احنا متواجدين في باب الواد، حبينا نطلقوا مسيرة التغيير، وحبينا أيضا نتشاركوا مع أخواتنا وإخواننا الجزائريين هذا المسعى باش نبنيو جزائر عندها أسس صحيحة، وباش نرجعوا الثقة للمواطنين في مؤسساتهم. وهذا نظن بأنه مسعى حملناه في أكثر من 60 سنة من النضال في حزب الأفافاس، واليوم حبينا نتشاركوه مع الطبقات الشعبية. برنامجنا رؤية يعبر عن تطلعات الجزائريات والجزائريين اللي خرجوا بقوة في فبراير 2019. برنامجنا رؤية يحمل الكثير من الاقتراحات الحقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأيضا لبناء دولة قوية ودولة لديها هيبتها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. اليوم نشكر كل بنات وأبناء باب الواد وكل بنات وأبناء هذه الأحياء الشعبية العريقة في الجزائر العاصمة اللي فتحوا لنا أذرعهم، ونعدهم أننا سوف نكون إلى جانبهم إن أعطوا لنا ثقتهم في 7 أكتوبر في 7 سبتمبر عفوا المقبل.